الإنسان البدائي في العصر الحجري القديم المغارات والكهوف مسكنا له، تقيه قساوة الطقس وتحميه من الحيوانات المفترسة، وبنى أكواخا بسيطة باستعمال جذوع الأشجار وأغصانها وجلود الحيوانات. استخدم الإنسان البدائي حجر الصوان، وهو حجر صلب يوجد في ضفاف الأنهار والوديان، حيث كان يضربه ببعضه ويقوم بتشذيبه ليحصل على أطراف حادة ومسننة. استخدمها رؤوسا للفؤوس والرماح التي صنعها من أغصان الأشجار للصيد ولتقطيع لحم الفرائس. كما استعمل الإنسان أسنان الحيوانات وعظامها لصنع أدوات الزينة والحلي. عاش الإنسان البدائي في هذا العصر حياة الترحال بحثاً عن الغذاء، وقد اعتمد في عيشه على صيد الحيوانات التي صنع من جلودها لباساً وطور من عظامها أدوات، وعلى اللقط أي ما يلتقطه من الفواكه وأعشاب، وكذلك على صيد الأسماك. Thank you.